السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة مع اول حصة في منهج كونكت بلس كي جي 1 الترم الاول، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. منهج كونكت بلس هو منهج جميل جدا وبسيط جدا، بيدينا معلومات كتير. المعلومات دي بتتقسم في حاجة اسمها سيمز او محاور. الترم الاول فيه 2 سيمز او محورين، كل محور او اتش سيم بينقسم الى وحدتين او 2 يونتس. الوحدة بيبقى فيها درسين، يعني المحور الواحد او السيم الواحد بيبقى فيه 2 يونتس. اليونت بيبقى فيها 2 ليسونز او درسين، كل درس بيشرح جزء معين في اليونت دي. وطبعا كل يونت بتعرفنا بعض المعلومات الجميلة جدا. اول حاجة بنتعرف عليها هي بعض الكلمات الجديدة. الكلمات دي طبعا لازم بنحفظها، هي بتبقى كلمات بسيطة جدا، وبتعرفنا كمان ازاي ننطق الحروف. كل درس في كل يونت بيعرفنا ننطق حرف معين او حرفين بننطقه في بعض الكلمات، كلمات مختلفة، وده اسمه جزء الفونكس او الصوتيات. وبعدين بنتعرف كمان على حاجة اسمها اللايف سكيلز او مهارات الحياة. في الجزء ده بنتعرف ازاي نعمل مهارات حياتنا ان انجليش او باللغة الانجليزية، مثلا ازاي نعبر عن احتياجاتنا، ازاي نعمل حاجة اسمها البروبلم سولفينج او ازاي نحل بعض المشكلات، مشكلة بسيطة حصلت لنا واحنا بنلعب مع اصحابنا واحنا في مكان معين، حاجة ضاعت مننا. فبنتعرف على بعض المعلومات الجميلة جدا في الجزء ده. وكمان بنتعرف على حاجة اسمها الفاليوز او القيم. طبعا بيكلمنا عن بعض القيم او بعض الفاليوز او بعض الحاجات المهمة اللي لازم نكون عارفينها وبتكون موجودة في حياتنا، زي مثلا واحنا بنلعب مع اصحابنا او how to play with our friends اسمها playing together، ازاي بنلعب مع بعض. في حاجات كتير قوي بنعرفها في الفاليوز دي، كلها حاجات بسيطة وجميلة. في الاخر خالص بيبقى عندنا جزء خاص بالماس، ده جزء تكميلي بيعرفنا بعض المعلومات البسيطة جدا في الماس او في الرياضيات، وده طبعا الى جانب الجزء بتاع الماس جورنال او كراس الرياضيات اللي بيبقى موجود مع كتاب ديسكوفر او اكتشف اللي احنا بناخده مع بعض. فطبعا كل يونت فيها الاجزاء دي هي بتبقى موجودة بشكل مبسط وجميل، هنشرحها مع بعض وهنقولها مع بعض وهنتعلمها مع بعض. عايزكم تكونوا شاطرين وتركزوا معايا، ترددوا ورايا لما اقولكوا رددوا ورايا، وان شاء الله يبقى منهج جميل وترم جميل. طبعا يا اصحابي يونت 1 او الوحدة الاولى اسمها This is me او هذا انا. This is me يعني هذا انا. وطبعا this is يعني هذا، me يعني انا، هذا يكون انا او هذا انا. وطبعا لما بقول على حاجة this او بقول على حاجة هذا ببقى بشاور على حاجة او حد واحد بس او حاجة واحدة بس بتكون موجودة في مكان قريب مني جدا، او ممكن اشاور على نفسي واقول this is واقول في الاخر me يعني انا. فthis هي معناها هذا، وطبعا this is هذا يكون، وthis هي اداة اشارة بشاور بيها على حاجة واحدة او شخص واحد في مكان قريب مني. فدي اول معلومة لازم نعرفها من اسم الوحدة اللي هي this is me يعني هذا انا. وطبعا لما احب اعرف نفسي واقول لحد هذا انا بقول له hello يعني اهلا، hello I am Adam مثلا، hello I am Adam اهلا انا آدم، hello I am حسام اهلا انا حسام، hello وبعدين بقول I am انا وفي الاخر بقول اسمي. I am يعني أنا أكون، وهنا بتيجي بمعنى اسمي كذا.
فهلو I am آدم، هلو I am حسام، هلو وفي الآخر بتقول اسمك. فأول حاجة لازم نكون عارفينها طبعا هي هلو، هلو يعني أهلا. I am يعني أنا أكون، I am أنا أكون. ثالث حاجة لازم نعرفها في يونت 1 أو في الوحدة الأولى هي أفراد العائلة أو الفاميلي ممبرز أو أفراد العائلة بتاعتي. لازم نعرف أفراد الأسرة بتاعتنا، فأنا عايزكوا تقولوا ورايا دلوقتي brother، brother يعني أخ، brother يعني أخ، brother يعني أخ. لما أقول أخويا أي حاجة بتاعتي أو ملكي أو أخويا حتى، فبقول عليه my، my يعني خاص بي. my brother يعني أخي، my brother يعني أخي، my brother يعني أخي. نقول كمان my brother يعني أخي. sister، sister يعني أخت، sister، sister يعني أخت. طب يا شاطرين لما أحب أقول أختي بقول إيه؟ شاطرين كلكو، my sister، my sister يعني أختي. نقول كمان my sister يعني أختي. repeat after me، my sister يعني أختي. كرروا ورايا، my sister يعني أختي. mommy، mommy يعني أمي، mommy يعني أمي، mommy يعني أمي. يبقى مامي، مامي يعني أمي. ممكن أقول كمان my mommy، my mommy يعني أمي، هي نفس المعنى my mommy. daddy، daddy يعني أبي، daddy، daddy يعني أبي. ممكن أقول كمان my daddy، my daddy يعني أبي، نفس المعنى. طب أنا لما أحب أشاور على ماما وأقول هذه أمي، ممكن أستخدم أداة الإشارة اللي هو بتاع هذا أو هذه، اللي هو معناه هذا أو هذه، اللي بيجي مع المفرد الحاجة الواحدة القريبة مني في المكان، وأقول إيه يا أصحابي شاطرين، أقول This is my mommy، This is my mommy، This is my mommy، هذه هي أمي شاطرين. طب لما أجي أشاور على بابا وأقول هذا هو أبي أقول إيه يا أصحابي شاطرين كلكو، This is my daddy، This is my daddy، This is my daddy، شاطرين كلكو. وعندنا بعض الكلمات لازم نعرفها مع بعض، هي I، I يعني عين، I، I يعني عين، I، I يعني عين. Nose، nose يعني أنف، nose، nose يعني أنف، nose، nose يعني أنف. mouse، mouse يعني فم، mouse، mouse يعني فم، mouse، mouse يعني فم. ear، ear يعني أذن، ear، ear يعني أذن، ear، ear يعني أذن. hair، hair يعني شعر، hair، hair يعني شعر، hair، hair يعني شعر. arm، arm يعني ذراع، arm، arm يعني ذراع، arm، arm يعني ذراع. leg، leg يعني رجل، leg، leg يعني رجل، الرجل كلها اسمها leg. foot، foot، foot يعني قدم، اللي هي الحتة الصغيرة اللي تحت قدمنا، مش رجلنا كلها، آخر جزء في رجل تحت اللي هو الفوت زي ما احنا شايفين قدامنا. foot، foot يعني قدم، حتى كرة القدم اسمها foot ball، foot ball يعني كرة القدم. hand، hand يعني يد، hand، hand يعني يد، hand، hand يعني يد. انت بقى عندك كام فم؟ المفروض ان انت عندك فم واحد، فلما تيجي تقول انا عندي فم واحد، انا عندي او انا املك يعني I have، I يعني انا، و have، have يعني يملك.
فلما اجي اقول انا املك فم واحد او انا عندي فم واحد بقول I have one mouth. I have one mouth. I have one mouth. مرة كمان I يعني أنا وhave have يعني يملك أنا أملك one mouth يعني فم واحد. طب أنا عندي أذنين فبقول إيه؟ أنا عندي أو أنا أملك يعني يا أصحابي شاطرين I have two ears. I have two ears. I have two ears. شاطرين كلكو. واخر حاجة معانا النهاردة هنتكلم عن الالوان، بس لازم نكون عارفين 1 و 2 او رقم 1 و 2، وعايزين نعرف الالوان دلوقتي. اول حاجة red. red يعني احمر. red. red يعني احمر. red. red يعني احمر. brown. brown يعني بني. brown. brown يعني بني. brown. brown يعني بني. blue. blue يعني ازرق. blue. blue يعني ازرق. blue. blue يعني ازرق. yellow. yellow يعني اصفر. yellow. yellow يعني اصفر. yellow. yellow يعني اصفر. green. green يعني اخضر. green. green يعني اخضر. green. green يعني اخضر. orange. orange يعني برتقالي. orange. orange يعني برتقالي. orange. orange يعني برتقالي. وطبعا في يونت 1 او في الوحدة الاولى احنا هنتعلم ازاي ننطق حرف البي. حرف البي في كلمة bag. باج يعني حقيبة، والكلمات دي شفوي اللي انا هقولها دلوقتي. احنا لازم بس نعرف ازاي ننطق حرف البي، وده جزء الفونكس الخاص بيونت 1. واول حاجة كلمة باج. باج يعني حقيبة. باج. باج يعني حقيبة. باج. باج يعني حقيبة. بي. بي يعني نحلة. بي. بي يعني نحلة. ونتعلم كمان الجزء الخاص بحرف ال H في كلمة hello. hello يعني أهلا. hello. hello يعني أهلا. hello. hello يعني أهلا. hair. hair يعني شعر. hair. hair يعني شعر. hair. hair يعني شعر. hand. hand يعني يد. hand. hand يعني يد. hand. hand يعني يد. وطبعا دي الطريقة اللي بنكتب بيها حرف البي طريقة بشكل سليم. عايزكم توقفوا الفيديو وتبتدوا تكتبوا حرف البي بشكل بنفس الشكل وبنفس الطريقة، شغلوه تاني. لو حبيتوا تكرروا الكلمات ورايا رجعوا الفيديو ووقفوه شغلوه تاني. المهم ان احنا ننطق الحرف بشكل سليم في كل كلمة من الكلمات اللي احنا قلناها، وكمان نعرف نكتبه بشكل سليم. وزي ما قلنا الجزء بتاع الفونكس هو مش حفظ، هو بيعلمنا ازاي ننطق الحرف، فهو جزء شفوي زي ما قلنا من شوية. وده كان الملخص الخاص بيونت 1 او بالوحدة الاولى. ومش عايز انسى اقول لكم يا اصحابي ان احنا معانا بعض الشخصيات المهمة جدا في منهج كونكت بلس، هما يبقوا موجودين معانا على طول، وهيزيد عليهم كمان شخصيات تانية. اول شخصية فيهم يا اصحابي هي شخصية النحلة بيزي بي، صديقتنا النحلة بيزي بي. عايزكم ما تنسوش شكلها ابدا، دي هتقعد معانا سنين كتير قوي، دي هتفضل صديقتنا لفترة طويلة. فدي النحلة بيزي بي صديقتنا العزيزة. وكمان عندنا ادم. ادم صديقنا الجميل اللي احنا شايفين صورته قدامنا. ادم هو ده ادم، طبعا هيفضل معانا فترة من الزمن. وكمان عندنا صديقتنا دينا. صديقتنا دينا حتى صورتها موجودة هي وادم مع بيزي بي على الغلاف او على الكوفر بتاع الكتاب، فهي دي دينا. طبعا خليكوا فاكرين شكلها كويس.
دول الثلاث شخصيات الموجودين معانا دلوقتي، آدم، دينا، وطبعا صديقتنا الجميلة بيزيبي النحلة الشاطرة اللي بتساعدنا ازاي نتعلم بشكل صحيح. وبكده النهاردة نكون خدنا ملخص جميل ليونت 1 او الوحدة الاولى في منهج كونكت بلس كيجي 1 الترم الاول. ان شاء الله هنتابع مع بعض. عايزكم تحفظوا الكلمات اللي قلنا عليها تتحفظ، ونتعلم كمان الفونكس والجزء الشفوي بتاع الفونكس ونطق الحروف، وازاي نتعلم نكتب حرف البي بشكل سليم وحرف الاتش كمان بشكل سليم. وفي الختام اتمنى تكون استفدت من درس النهاردة. لو استفدت اعمل لايك، اتمنى اشوف 1000 لايك تحت الفيديو او 1000 واحد استفادوا. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.